إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تزويد المراهقين بالمعارف البيولوجية، مرحلة قبل البلوغ أو المراهقة المبكرة من 10 سنين إلى 12 سنة. المعلومات اللازمة لهذه المرحلة بسيطة، طبعا يفرق بين البنات والصبيان في الأسرة، ويفهم الطفل بضرورة الاستئذان قبل الدخول على الكبار في غرفة النوم، وأيضا وتعزيز دور العائلة، ولم يشمل طبعا الأقرباء والأخوة، وأيضا تعريف الطفل أن الأسرة مكونة من رجل وامرأة متزوجين، ويجب تهدئة روعهم شأن مظاهر البلوغ المبكرة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.